القعدان وهذه المسافة 1200 متر. نتابع وإياكم الشوط الأول والكاس للقعدان وهذه انطلاقة هذا الشوط. نتابع وإياكم هذا الاندفاع مع هذه القعدان والمراكز الأولى المتقدمة. نتابع وإياكم هذه الأعداد ما شاء الله من هذه القعدان في هذا الشوط وشوط الكاس. شوط الكاس مع المركز الأول هناك براق محمد بن حمد المري على المركز الأول بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني الله براق لمحمد بن حمد بن طفله المري ويلا يا بن طفله هنا مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط بينما أيضا هناك ماجور لسعود بن علي بن سلعان على المركز الثاني وغير على المركز الأول. المركز الثالث الله اللي تدخل على المركز الأول هناك الفايز سعد بن كخان المري على المركز الأول ولكن ارصدونا المتسلل ما بين الجموع يغير من مركز إلى مركز. هنا القدوم الله صغان خالد بن بدر بن ملحان الشمري على المركز الأول غير على المركز الأول غير على الصدارة غير على المقدمة الله 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 على هذا الانطلاق ولكن ابن سلعان قادم مع ماجور ماجور على المركز الثاني وغير على المركز الأول الله يا ماجور وماجور يا بن سلعان ماجور على هذا الفوز ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق وهذه المقدمة ولكن الشمري يحاول الشمري يحاول مع صوغان 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 وماجور ماجور وصوغان 100 متر عن النهاية 100 متر تهانينا تهانينا وانتزع الكاس ماجور لسعود بن علي بن سلعان سلام يا بن سلعان سلام سلام على هذا الفوز أمام خط النهاية المركز الثاني للشمري أيضا هنا المركز الثالث من وصلنا الفائز سعد بن كخان المري والتوقيت الزمني دقيقة 42 وأربع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز فوز أيضا ماجور لسعود بن علي بن سلعان المركز الثاني أيضا أيضا صوغان لخالد بن بدر بن ملحان الشمري المركز الثالث أيضا التهنية موصولة لجميع الفائزين والتوقيت الزمني دقيقة 42 وأربع أجزاء من الثانية فتهانينا والناموس.